هو الاحتفالية من جيل إلى جيل، وهي الحقيقة رصد لنهضة الكنيسة عبر ما يزيد على 60 سنة، بداية من عهد قداسة البابا كيرلس السادس، ثم عهد قداسة البابا شنودة الثالث، ثم 10 سنوات من عمر مديد لقداسة البابا تواضروس الثاني. الاحتفالية طبعا هتجمع بين فعاليات هتتم في فناء الكاتدرائية من خلال ترانيم والتسابيح، ثم يبدأ الاحتفال في مسرح الأنبا رويس بمشاركة أعضاء المجمع المقدس وفئات متعددة، الأباء الكهنة وأبناء الكنيسة من إبرشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كافة. احتفلت النهاردة أو أحدث بقى بابا كيرلس النشاطات اللي حدثت خلال الفترة الأخيرة داخل الكنيسة، الأحداث النشاطات اللي قام بها البابا اللي أمر بها بابا كيرلس خلال الفترة الأخيرة. على المستوى الكنسي الحقيقة قداسة البابا قاد عملية تطوير كبيرة من خلال الاهتمام بتطوير التعليم الكنسي والاهتمام بإعادة البيت من الداخل من خلال تأسيس كيانات متعددة تنظيمية داخل الكنيسة.